مثل ما تابعنا بالتقرير، يمكن وردة بيضاء قدرت أنها ترسم الابتسامة ويمكن منحت طاقة من القوة لتخفف من وقع ساعات الانتظار. لنحكي أكثر عن هي الحملة، حملة هانت يلي قام فيها عدد من الشباب المتطوعين. معنا اليوم بالاستوديو زينة كيال المسؤولة عن الحملة وصاحبة الفكرة، وسامح جحا متطوع بالحملة. أهلا وسهلا فيكم. صباح الشباب السوري المتطوع اللي دائما جنب بلده بكل الازمات. صباح الرواق والسعاده. صباحكم. صباحكم. زينة، رح بلش معك، يعني كيف هيك خطرت ببالك الفكره وجرت وراها افكار؟ انت بلشتي بورده، ناس وزعوا عصير، ناس وزعوا ساندويتش، ناس وزعوا احرامات، يعني كانت ملهمه لكثير من الشباب السوري، فاحكي لنا كيف بلشت الفكره. هلا اول شيء الفكره، انا قاعده عم فكر، انا يمكن كبنت عمري العشرينات ما كتير موضوع البنزين أثر فيني مثل ما أثر بغير أشخاص، بس بنفس الوقت فكرت أنه فيني أعمل شيء تجاههم المواطنين كونه مسؤوليتي المجتمعية، يعني واجب علي أعمل هذا الشيء. ففكرت شو فيني أعمل شيء ولو بسيط يحل أو مو يحل، يخفف عن الشحن اللي عندهم للأشخاص، حاول أمتص شوي منه ولو لمدة دقيقة يعني. فأنا بصفتي أني بشتغل بإدارة تطوير المشاريع بأفكار، فطرحت الفكرة على الفريق. كانت هي الفكرة بسيطة بس عبارة عن وردة، طرحتها على الفريق، طورناها لصارت بالطريقة اللي قدمناها فيها، اللي هي وردة بيضاء مع ابتسامة صغيرة مع كلمة هانت. صارت. شو كانوا يقولوا لك لما تعطين الوردة؟ عطيتي وردة لحدا؟ ايه عطيت، انا كنت طلعت بالصور عم موزع ورد. قلن هانت اهلين شكرا عمو والله كثير انبسطت وهيك، يعني الحمد لله اثرت فيهم. يعني مثل ما قلتي هي يمكن لمسة صغيرة بس هي بتأثر كثير. يعني سامح عم نحكي عن فكرة كثير مهمة، وباعتبار انتم افكار تمام، فاساس عملكم انه توجدوا افكار تخدم المجتمع. اليوم الشباب السوري بظل هاي الازمة صرنا شفنا كثير مبادرات تمام موجودة بالشارع، نحكي عن هذا الجانب لك كمان. اليوم انا ممكن ما اقدر ساهم بشيء كثير مادي كبير لاخده من المجتمع، بس عم بقدر ساهم بفكرة. نحكي تمام كيف اثرت كمان هالحملة عليك. انا عندي ايمان انه الانسان هو مجموعة احتياجات، هو بيحتاج مثلا لكمل نهاره، بده ياكل يشرب ينام يروح على شغله يطلع مشوار، بس في شيء نحن دائما عندنا ناقص، انه هذا الانسان احيانا عم يروح عم يساوي كل هدول بس عم يوصل لاخر نهاره ممكن مو سامع كلمه حلوه او الله يعطيك العافيه او الله يعطيك العافيه او حدا ضحك بوشه او الله يقويك الله يصبرك تماما الله. فانا اللي شجعني لهي الفكره انه انا حبيت اشوف الابتسامه على وجوه العالم اللي ناطره مثلا صار لها 6 ساعات او 7 ساعات او اوقات اكثر من هيك. فنحن نزلنا شفنا هاي الابتسامات على وجوه العالم، ففعلا حسينا انه نحن عملنا شيء، انجزت شيء. هلا نحن ممكن قصه الاكل او الشرب قدام الكازيات مليان اكشاك، مليان حدا بيبيع مشروبات، بس الكلمه الحلوه طالعه من اشخاص ما بتعرفك ولا بتعرفيها بتكون احلى وبتاثر بالشخص اكثر. اكيد يمكن الكلمه الطيبه هي مفتاح القلوب تماما. كيف اذا كانت مع ورده بيضاء؟ نحن رح نشوف طبعا صور من حملتكم ونشوف كيف كان تفاعل العالم ايضا، ونرجع بقى نكفي الحديث. Thank you.
المجتمع تبعنا زينب، كيف كان ردة فعل الناس وكيف كل حدا حط الوردة بمكان بيحبه؟ خلينا نحكي زينب شوي عن تفاعل الناس معكم. يمكن أول ما الواحد بيوقف على الدور بيفكر إنه الناس هي بس معصبة ومتضايقة من النطرة، سوقات بيتفاجأ بكلمات هو ما أنه متوقع يسمعها على قوة الناس وصبرها. حكي لنا شوي من هاي المواقع. هلا الصراحة نحن أول ما بلشت يعني خطرت لي فكرة المبادرة خفت عن جد، يعني إنه أنا متوقع كتير أكيد الأشخاص كتير معصبة حتكون. إذا بدي أقرب بجوز يعني إنه عم تعطيني وردة بس تشجعت قلت ممكن، يعني أنا بالنسبة إلي كشخصي الشيء المعنوي كتير بيأثر فيني، فقلت بحاول جرب يعني، فجربت والحمد لله كانت كتير نتيجة إيجابية ومثل ما أنا يعني كنت راسمة ببالي، وهذا الشيء اللي خلاني ضل مكملة بالمبادرة. حلو. سامح يعني اسم على مسمى. شكرا. متطوع طبعا أفكار. خلينا نحكي عن موقف أثر فيك، هيك شخص ملامحه أثرت فيك، ردة فعله أثرت فيك من خلال هاي الحملة، وما بتنسى الكلام اللي قالك اياه. يعني دائما نحن من خلال دائما الحملات أو حتى نكون بالشارع ممكن موقف صغير ينطبع بالذاكرة ما ننسى. هلا المواقف اللي اثرت فيني كثير، بس في موقفين بالذات كثير اثروا فيني، بس هو الموقف العام انه نحن لما وصلنا الثاني يوم لما وصلنا على الكازيه، فنحن نزلنا من السيارات باللباس الموحد وحاملين الورد كلياتنا، فكل العالم صارت تلتفت انه اجوا هذا الفريق اللي عم بيوزع ورد، فريق افكار عم بيوزع ورد. حلو. فكله صار يتطلع ويضحك، فانا من هون حسيت انه خلص انه الامور يعني هلا اليوم والله لوزع ورد على كل الشام. بس المواقف اللي اثرت فيني بشكل خاص انه نحن لما كنا عم نوزع الورد، ففي شخص كبير بالعمر كان صافي ومدمع عيونه، ليش ما بعرف، فانا لما اجيت قربت عليه قلت له يا عم كل شيء بيهون الا دمعتك ما بتهون علينا. هو ابتسم من قلبه، طبعا نحن بنعرف انه بتبين الابتسامه الصادقه من الابتسامه الكذابه، فهو ابتسم كثير ونزل من السياره وعانقني قال لي ذكرتني باولادي اللي مسافرين. فهذا الموقف كثير اثر فيني. والموقف الثاني انه نحن بنلاقي الموقف الثالث الموقف الثاني الخاص على الدور بنلاقي كثير اشخاص مختلفه، الشاب الصبية الكبير الصغير الأسمر والأبيض العسكري والمدني كل الشرائح تماما. ففي شخص كان هو أجنبي من الباكستان غالبا، فنزل هيك لما شاف أنه نحن عم نعمل هذا وهو واقف على الدور ومثله مثل أي مواطن سوري، ويعني ما تأفف أو تزمر أو شيء، لما شافنا كتير انبسط لما أعطيته الوردة قال معلش انزل اتصور صورة مع الجروب كلياته. قلت له أكيد. فهذه المواقف لما نحن منحس انه عملنا شيء اثر على نفسية هذا الشخص كثير بتكون مريحة لنا نفسيا. اكيد. يعني زينة كمان صرنا نشوف صوركم على السوشيال ميديا، ضجة السوشيال ميديا بهي المبادرة، في كثير ناس حكت عنا انه يا ترى قديش هي قدمت للعالم، في ناس كتبت انه هذا الشباب كثير شباب حلو انه نحن نقدر نرسم ابتسامة، بس اللي على الأرض غير اللي قاعد بالبيت وعم يتفرج على الإنترنت على صورة حلوة عجبته أو لا. كيف حسيتي يمكن في مبادرات تانية تشجعوا بعد ما شافوكم؟ قدي حسيتي أنه أنا عملت دور ويمكن شجعت غيري كمان من الشباب؟ هلا أكيد أنا أول شيء وقت بلشت بالقصة أمنت فيها وعرفانة أنه يمكن هي مبادرة بسيطة بس أكيد حتفتح باب لكتير مبادرات تانية. صراحة كمان موضوع السوشيال ميديا ابدا ما تخيلت انه لهي الدرجة، يعني حتى انا الفرق لرجعت على البيت كانوا بعتي لي شو صاير حكي انتشرت. كمان هذا الشيء كتير حفزني بزيادة اني ضل مكملة بالمبادرة، وبالمقابل كمان انا مبادرتي قدرت تحفز كتير اشخاص يعني. طيب سامح خلينا نحكي اليوم انت كمتطوع بشي خلينا نقول اجتماعي وإنساني وبيخدم مصالح بلدك، حتى إن كانت سياسية ضغوط اقتصادية بأي مشكلة بأي أزمة بأي فرح أنتم موجودين لتعملوا أفكار تكونوا سند للمجتمع السوري، تجربتك بالتطوع بهيك طبعا شيء إنساني تحكي لنا عنه، والفريق اللي معكم أنتوا كم شاب وصبية حكوا لنا عنه. هلا نحن اول يوم كنا تقريبا 15 شاب وصبيه، نزلنا غطينا منطقتين عفوا ثلاث مناطق المزه والقصور. لاي ساعه ضليتوا؟ الساعه شيء 4 تقريبا. اول يوم
غطينا الثلاث مناطق، الكازيات كلها اللي بالمنطقه نغطيها، كنا 15 متطوع. فلما رجعنا وشفنا انه منتشرين على السوشيال ميديا بشكل مخيف، ونحن ما كنا قاصدين ابدا هذا الانتشار، فصار كثير يجينا متطوعين انه كثير حبينا اللي عملتوه وبدنا نكون معكم، فينا نكون معكم. فنحن اخذنا العدد اللي بتستوعبه الحمله لحتى يكونوا معنا ثاني يوم. هلا تجربتي الشخصيه بالتطوع، انا كثير بحب هذا الشيء، بحس اني عم بخدم حدا بدون مقابل، انه انا ماني عايش حياتي لحتى بس اشتغل بمقابل. نحن يعني في شيء بلش كثير يقل عنا هي الحياه الاجتماعيه والتواصل المباشر. في اشخاص هلا بتقول لك انا ما بشتغل الا بمقابل، بس هدول ما بيكونوا راضيين عن حالهم باخر اليوم او باخر حياتهم، لانه هن ما قدموا شيء، هن كانوا عم ياخذوا كل شيء. فهو اللي بيقدم هذا الشيء هو اللي بيكون مرتاح. فنحن لما بننزل التطوع او اي شيء لحتى نوزع مي، لحتى نرسم بسمه على وجه اي حدا، فبيكون الواحد كثير مرتاح عن نفسيته. اكيد. يعني سامح وزينه اليوم كنتوا معنا، مثل ما رسمتوا بسمه وكنتوا لمسه ورد بيضة حلوة بقلب شوارع الشام، كنتوا كمان لمسة حلوة بصباحنا غير لليوم. نشكر وجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق ودائما ناطرين الأفكار الجديدة. يسعد صباحكم. صباح المشاهدين، يسعد صباحكم عن جديد، وأكيد بنتمنى لكم التوفيق بكل الأفكار اللي إن شاء الله تكون أفكار كمان بالفرح وبس بالأزمات إن شاء الله. هيك يا رب. شوف كل الشباب السوري مبدعين وخلاقين، شكرا لوجودكم معنا. شكرا. يا شباب.